بس انما المشكله ايضا في شركات الانتاج. شركات الانتاج ما بتدور على يعني انا افتكر انه في شركات انتاج عندنا في السعوديه كانت مهتمه جدا بالذوق العربي، حتى كانت بتسجل اشعار للاخطل الصغير بشار خوري. بشار خوري يعني اشعار على اسطوانات، حتبيعها ازاي يعني حتدور وراها مكسب ازاي؟ شوف الهدف الثقافي، لكن ما فيش في مكسب مادي. ما فيش مكسب مادي. الان لا، شركة الانتاج هي اللي بتوجه ذوق المتلقي، وهي مهمتها طبعا الكسب اكثر من طب وسط كل ذلك محمد عبده بقيمته هل عانى وهل صمم على أن يستمر وسط كل هذه المقاييس الجديدة أو الألغام الجديدة؟ محمد عبده يمكن حظه أسعده بأنه هو كانت مرحلة الفن حاجته متأخرة جدا، جاءت متأخرة متأخرة متأخرة، يعني جاءت في نهاية قمة الأغاني العربية اللي كانت موجودة في السبعين، في بداية الستينات مثلا، في التسعينات. أي جاب شيء جديد مثلا على الأذن المصري في مصر بالذات، يعني أنا أقول لك يعني كانت الأذن المصرية متشوقة إنها تسمع حاجة جديدة. كانت متشوقة تسمع حاجة جديدة. حاجة جديدة. بدليل إنه مثلا جاء مطرب من الشام اسمه فهد بلان. قال واشرح لها مثلا، فبقى الشارع كله يعني حاجه جديده عنده. جاء محمد عبده قال لا تردين الرسائل وش اسوي بالورق ولا اسوي، ايوه قلبي عليك التاع. فبدا النغمه العربيه تتخلل الاذن الجميله المصريه، وبدت بدا يعني فننا جاء متاخر ليبدا فعلا نشاطه وقمته وحيويته من حيث انتهى الاخرون. من حيث انتهى الاخرون بالضبط. عشان كده انت بتقول يعني انا جئت متاخرا، يعني ربما لو جئت في بدايات العمالقه يعني، انما انت جئت بعدهم يعني. انا مواليد 49. فلذلك الحمد لله قدرت احصل شرف اني انا اتابع اعمالهم واكون شفاف زي السفنجة اللي بتشف. زي السفنجة اللي بتشف واحفظ التراث كله، حفظته في الجزيرة العربية، التراث اليمني، النجدي، الحجازي، الخليجي، المصري، يعني المصري الشرقي الجميل، يعني فن محمد القصبجي، فن زكريا أحمد، فن عارف ازاي؟